حياكم الله أحبتي المشاهدين. تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً أساسياً ومحورياً في الحفاظ على الأمن الغذائي، في الحد من الفقر، في مساعدة المواطنين، ولا سيما لها دور فعال في عملية التحول الديمقراطي. وأيضاً أثبتت وجودها في الأزمات التي يمر بها البلد، سواء اقتصادية، اجتماعية وحتى سياسية، منذ عام 2003 ولا وقتنا الحالي. إذن بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا، سنناقش منظمات المجتمع المدني، ما المقصود بها بداية، وأيضا كيف نتعرف على المنظمات الوهمية والحقيقية حتى لا يقع المواطن بفخ المنظمات الوهمية التي تعمل نصب والاحتيال. تفاصيل كثيرة كيف سنخوض بها، لكن قبل أن نخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير وراجعين. التحول الديمقراطي ودوره في حل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العراق منذ عام 2003 أدى إلى ظهور منظمات مجتمع مدني، وتمثل مؤسسات المجتمع المدني جوهر المجتمعات الديمقراطية المتحضرة، حيث تقوم بعملية تثقيف وتفعيل مشاركة الناس وحثهم على مواجهة الأزمات والتحولات السياسية التي تؤثر في مستوى حياتهم ومعيشتهم باعتبارها من أهم قنوات المشاركة الجماهيرية، حيث هنالك تزايد كبير في عدد المنظمات العاملة في جميع حقول العمل الطوعي والإنساني بفضل طاقات الشباب. هذه الأعداد الكبيرة والطاقات الهائلة توظف لسد الثغرات وتنمية المجتمعات، وتعتبر استقلالية المجتمع المدني مؤشرا هاما على مدى صحة الحياة الديمقراطية في البلدان المختلفة، وغياب هذه الاستقلالية أو تراجعها بشكل نسبي يمثل نقطة تراجع عن تحقيق مجتمع مدني معاصر ديمقراطي. وحسب مختصين، يجب أن تضع المنظمة الخطط والبرامج العملية وآليات تطبيقها وكيفية تنفيذها بما يحقق النتائج المرجوة، وأن يفهم أعضاؤها لا سيما المسؤول عن إدارتها أهمية دور المنظمات المدنية الرقابية والتطويرية، لأنها أسست بهدف تعزيز دورها في تحقيق الأهداف المجتمعية المشروعة والمساهمة الطوعية في تقدم المجتمع وازدهاره، من خلال تعزيز ثقافة الحوار والتعايش السلمي ودعم المشاريع التنموية وإعادة التأهيل النفسي وتوفير الاحتياجات. إذن أحبتي المشاهدين، بعد ما رجعنا من التقرير نتعرف بداية ما المقصود بمنظمات المجتمع المدني. هذا المصطلح يطلق على مجموعة من الشباب يقومون بمساعدة المواطنين، يكون هذه المجموعة هدفها هو تقديم المساعدة فقط، وتكون غير مدعومة من جهة سياسية أو حكومية، غير ربحية، وتكون مستقلة، بالتالي يطلق عليها أنه هي منظمة مجتمع مدني هدفها المواطن فقط. بالتالي بدأنا نشهد هذه المنظمات وبدأنا نتعرف عليها، ونعرف أن هناك منظمات بعد عام 2003 بدأت تظهر المئات والمئات من المنظمات المجتمع المدني، وبدأنا نشهد إلها مواقف حقيقية ومواقف جدا يعني إلها رونقها وبصمتها. بالتالي تعمل هذه المنظمات على أنه مساعدة المواطن، على بعد ما مر العراق بهذه الحروب والظروف أدى إلى يعني دمار بعض المنازل وأيضا بالمحافظات العزيزة، بالتالي عملت هذه المنظمات باتحادها مع منظمات أخرى وعملوا مجموعة جدا كبيرة، بالتالي ساعدوا هذه المناطق وهذه المحافظات بترميم المنازل، بتقديم المساعدة، أيضا مساعدة المرأة وتمكينها. لها المنظمات المجتمع المدني دور فعال وكبير في مساعدة الأطفال، مساعدتهم وانتشارهم من الفقر، من التسول، من الهروب من المدارس، وبالتالي لها مواقف حقيقة جدا واسعة وتذكر. وأيضا هذه المنظمات تدخلت بموضوع القطاع المائي والزراعي، وكان لها دور فعال في التغيرات المناخية، كان لها دور فعال في زراعة الأشجار، وبعد ما تعرض العراق بموجات من الغبار وغيرها قامت هذه المنظمات باتحادها مع بعض بنشر المزروعات، وبالتالي هذه أمور هي ساعدت البلد وساعدت أيضا الحكومة، ولكن بطريقة غير مباشرة من أجل هو فقط هو تقديم المساعدة للمواطن. وأيضا هذه المنظمات عملت على دورات كبيرة، سواء للشباب سواء للمرأة، بما يخص المرأة الخياطة والطبخ وغيرها، وأيضا الشباب بما يخص تمكينهم بنزولهم إلى السوق وتعريفهم، وأيضا بدعمهم بالدراسة، يعني تفاصيل كثيرة حقيقة لا تعد
ولا تحصى من ناحية الفوائد لهذه المنظمات واللي تقدمها للمجتمع. لكن هناك أهمية أكبر، إنه بدنا نتعرف إحنا وياكم من أصحاب الاختصاص ما هي أهمية المنظمات المجتمع المدني فعلاً وحقيقياً، ماذا ضافت للعراق، يعني وجودها شنو ضاف للعراق، وهل فعلاً هذه الأمور اللي قامت بها فعلاً ساعدت وقدمت للعراق الكثير والكثير. نشوف الجواب إحنا وياكم وراجعين. حقيقةً يعني قضية المنظمات قضية مهمة جداً. اليوم عمل المنظمات هو مكمل للعمل المؤسسات التنفيذية أيضا والتشريعية، ليس فقط التنفيذية. على الصعيد التشريعي عمل المنظمات هو من يبحث ويهتم أيضا بالقوانين التي يحتاجها المجتمع أو التي تحتاجها شرائح مهمة في المجتمع، مثل الأطفال، النساء، الشباب، كبار السن. بالتالي يكون عمله مكمل للعمل المؤسسات التشريعية وخاصة مجلس النواب، يرفع بها توصيات إلى مجلس النواب بضرورة تشريع هكذا قوانين، يهتم بالقوانين التي تكون غير مفعلة أو التي تحتاج إلى تحديث في أحيان كثيرة بسبب حاجة المجتمع الماسة لها، لأن منظمات المجتمع المدني هي أكثر احتكاكاً بالجمهور، بالناس، يعني من المؤسسات، مثلاً من النواب أو المؤسسات سواء تشريعية أو تنفيذية، بالتالي يكون عملها أيضاً مكمل. أما على الجانب التنفيذي، يعني حقيقةً إحنا دائماً اعتمادنا على المؤسسات الحكومية ونطالب بالخدمات فقط من المؤسسات الحكومية، إنما أيضاً الجانب الخدمي في أحيان كثيرة معنية بمنظمات المجتمع المدني، وهي بعض المنظمات تأخذ على عاتقها الجانب الخدمي، الجانب التنفيذي في قضية الاهتمام مثلا بالخدمات وخاصة الخدمات التعليمية، قد تكون دورات، ورش تعليمية للشباب أو للنساء، مثلا ورش خياطة، ورش تنمي المهارات وهذا مهم جدا، قد تكون دورات لغة، دورات تعليم خياطة، حلاقة، غيرها، اللي تساعد أفراد المجتمع أن يكون لهم دور في المجتمع أو يكون لهم أيضا يعني مردود اقتصادي، مثل البرامج اللي تقدم لقضية تأهيل النساء وإعدادهم لكي يكون لهم دور في المجتمع أو تمكنهم اقتصاديا، وهذا مهم جدا. بعض المنظمات المختصة بالمرأة اطلعت بهذا الدور. احنا مثلا في حركة التأهيل النسوي قمنا ولا زلنا بالعديد من الورش اللي تهتم بالنساء في مجال التنمية البشرية، في مجال الدورات، دورات اللغة، الحاسوب، ايضا الندوات اللي توعي النساء بدورهن بحقوقهن. دعمنا بعض مراكز محو الأمية. للأسف اليوم يعني احنا في زمن العولمة، في عصر التكنولوجيا، لحد الان عندنا النساء ما زالت لا تقرا ولا تكتب، وهذه يعني بالمناسبه هم نساء ايضا بنات شابات، يعني مثلا عمر 20 سنه او 15 سنه وهي لم تاخذ فرصتها من التعليم، وهذه مشكله كبيره جدا. ايضا دعمنا، عندنا كثير من الشابات الفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم، ولديها سكيلز ومهارات، مثلا هي لديها مهارة في الرسم، فإن شاء الله مثلا في الأسابيع المقبلة لدينا معرض صور لفتيات هن من الصم والبكم، لكن ما شاء الله لديهم لوحات ورسوم وإنجازات فنية، ونحن دعمناهم في حركة التأهيل النسوي بهذا الأمر. أيضا على الجانب الإعلامي دعمنا كثير من الفتيات في مجال الإعلام، الظهور الإعلامي، تحرير الخبر، كتابة المقالة، وخاصة خريجات العلوم السياسية. اليوم عندنا كثير من الخريجين والخريجات هو يبحث عن فرصة عمل، وفي أحيان كثيرة هو يبحث عن فرصة عمل حكومية، يسعى للتعيين الحكومي، لكن لو دعمه القطاع الخاص وهيئنا له المهارات لكي يكون له دور في سوق العمل، سوف تتهيئ له فرص العمل، وهذا مهم جدا. فهذا دور مهم للمنظمات، ودور المنظمات هو مكمل مثل ما ذكرت لكم لدور المؤسسات التنفيذية والتشريعية. دورها إيجابي بالمجتمع في مجال التوعية، في مجال العمل،
في مجال أيضا الأنشطة المجتمعية، الكثير من الشباب هو يحتاج إلى طاقة إيجابية، يحتاج إلى أن يكون له دور بالمجتمع، تشجيعه وتنمية دوره بالمجتمع من خلال المنظمات، العمل التطوعي، هذا دور مهم جدا، الاهتمام بنظافة الشوارع، نظافة المناطق الشباب الساكنين بيها من خلال التطوع والعمل في الورش اللي تهيئها منظمات المجتمع المدني، كل هذه أمور مهمة جدا. لكن هنالك في أحيان كثيرة قد يكون بعض السلبيات التي تؤخذ على منظمات المجتمع المدني، مثلا هنالك بعض المنظمات هي ترتبط بأجندات، أو مثلا بعض الدول العالمية أو الإقليمية التي لها أذرع في البلد أو لها ارتباطات يعني مع منظمات المجتمع المدني وتدعم هذه المنظمات، فبالتالي هذه المنظمات هي تنفذ أجندات هذه الدول، فهذا يؤخذ على منظمات المجتمع المدني، لأن في أحيان كثيرة هذه الدول هي يعني تحاول أن تثير المشاكل أو تؤثر بالسلب على المجتمع وعلى قضية الأسرة وتماسك الأسرة، مثل ما شفنا قضية الجندر، يعني كثير من المشاكل، قضية تمكين المرأة، باسم تمكين المرأة هم يسعون إلى تفكيك المجتمع وإثارة المشاكل وإلى جعل المرأة هي تنفصل شيئا فشيئا عن أسرتها، عن عاداتها، عن تقاليدها، عن دينها. نحن نحتاج إلى تمكين المرأة، تمكين الشباب، تمكين كل فرد من أفراد المجتمع، لكن في إطار العادات والتقاليد واحترام القوانين والدين، وهذا مهم جدا. تماسك الأسرة مهم جدا، لذلك يجب أن يكون عمل منظمات المجتمع المدني هو لخدمة المجتمع وخدمة الأسرة، والسعي إلى تمكين الأسرة وتماسك الأسرة في سبيل تمكين المجتمع، لأن اليوم أي فرد من أفراد المجتمع إذا يعيش في ظروف هي غير سوية لا يستطيع أن يكون فرد صالح في المجتمع ولا يساهم في بناء المجتمع. إذن بناء النواة الأساسية للمجتمع وهي الأسرة والاهتمام بالأسرة من قبل منظمات المجتمع المدني، هذا هدف أساسي ومهم جدا. طبعا بعد ما قامت هذه المنظمات بتقديم هذه المساعدات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، رويدا رويدا بدأت تنتشر هذه المنظمات أكثر فأكثر، وبدأ عددها يكثر من يعني بدأ يزداد عددها بالمئات، الآن بدأ يزداد عددها بالآلاف، وبالتالي المواطن هنا بعد ما شاف إلها هذه المنظمات تأثير جدا قوي بمساعدة وتقديم هذه الأمور اللي فعلا تكون محتاجها المواطن ومحتاجها المجتمع، بدأت منظمات تتسع أكثر فأكثر، وتحديدا والفترة اللي ازدادت بها أعداد هذه المنظمات هي بفترة كورونا. فترة كورونا كانت فترة جدا صعبة على العراق ومر بكثير من التحديات، وأغلب هذه التحديات كانت جدا صعبة، وآخرها هو التحدي اللي كان بكورونا اللي نوعا ما توقفت الحياة بالعراق، وشاهدنا أنه هناك أسواق ومحار وأمور كثيرة غلقت، وبالتالي أغلب الطبقات اللي تكون هي هشة وفقيرة كانت محتاجة دعم حقيقي، محتاجة غذاء، فكان لها هذه المنظمات دور في تقديم الغذاء وتقديم الدواء وتقديم الدعم، أهم نقطة هو الدعم النفسي والدعم هذا اللي يعطيهم طاقة وحيوية. فعلا كانت هذه المنظمات تجتمع بتوفير المستلزمات الطبية، حتى مع الكوادر الطبية كانت هي لها دور فعال في تقديم المساعدات والطعام. المواطن الفقير واللي كان فعلا ما يقدر يشتغل او اللي كان مريض او اللي تعرض بفترة كورونا، يعني بعض العوائل اللي فقدت اهلها واحبابها وابائها وناسها ومحبيها، بالتالي هذه المنظمات كانت ايضا تقدم لهم المساعدة والعون وتمد لهم هذه اليد اللي يكون يد كلها خير وحب وعطاء. بالتالي هذا الموضوع ساعد انه منظمات نوعا ما تكون هذه المنظمات هي غير حقيقية وهمية، شافت ان الموضوع هذا الى صدى بالمجتمع والى صدى بحب الناس لهم وبالتالي بتقديم المساعدة، فبدأت تنشأ منظمات هي نوعا ما منظمات وهمية هدفها فقط انه هي تأثر على المنظمات الحقيقية. مثل ما ذكرنا هذه المنظمات هي تكون أغلبها هي مستقلة غير مدعومة من جهة معينة، بالتالي المواطن فضلها وحب أنه
يكون معها ويسندها بتقديم أيضا المساعدات. يعني مواطني ممكن يقدر يتبرع بمبلغ من المال ويقدمه لهذه المنظمة، لأن هذه المنظمة تساعد كذا فئة وكذا عائلة. بالتالي هذا الموضوع مع التكافل الاجتماعي ومع أن نكون إيد واحدة كان جدا فعال بتطور البلد، وبالتالي أنه تخلصنا من بعض المشاكل. وأيضا من الأمور اللي مهمة اللي حققتها هذه المنظمات أيضا بتوفير فرص عمل، من ناحية أن الشباب أمنت لهم بعض الفرص اللي فعلا تساعدهم، حاولت أن تزوج بعض الشباب اللي ما عنده إمكانية بتجهيزهم بغرف النوم، بتجهيزهم ببعض المستلزمات اللي يحتاجوها. هذه الأمور فعلا كانت لها بصمتها وصداها بالمجتمع. طبعا إذا تحدثنا عن نقطة جدا مهمة، أغلب المواطنين يسألون أنه هذه المنظمات مين لها هذا الدعم المالي؟ الدعم المالي جدا مهم وضروري لكل منظمة، وإذا كانت هذه الأموال هي من نفس أبناء البلد، من نفس الجهات الأساسية اللي لها دور فعال في الدولة اللي فعلا هدفها هو مساعدة المواطنين. فالآن المواطن يسأل يقول هذه المنظمات مين إلى هذه الأمور وهذه الأموال حتى تقوم بعمل ندوات وتقوم بتزويج الشباب وتقوم بعمل يعني مهرجانات وأمور تثقيفية فنية، دعم الطفل، بناء دار المسنين أو بناء دار الأيتام أو مساعدة هذه المحافظات اللي تعرضت للحروب وللدمار، يعني أمور كثيرة. فهنا نتعرف أنه هذه المنظمات أغلبها هي دعم يكون ذاتي أو تكون من منظمات خارجية تعمل على تقديم مساعدات للعراق. بالتالي هذه المنظمات هي تكون هي حلقة الوصل، وأغلب المنظمات أيضا في العراق هي ماكو أي لها دعم حكومي أو من القطاع الخاص. أغلب دول العالم إذا جينا وقارنا هذا الموضوع مع بقية دول العالم، بقية دول العالم منظماتها ما تكون عميقة مثل العراق، يعني يتدخلون بموضوع هذه الأمور اللي ذكرناها قبل قليل، موضوع المساعدات وغيرها وغيرها. أغلبها تقوم منظماتهم على أساس التثقيف وعلى أساس أنه تقديم المشورة والمساعدة اللي تكون هي محدودة. بالتالي رغم هذه الأمور هناك دعم حكومي لهذه المنظمات، هناك دعم من قبل القطاع الخاص. القطاع الخاص جدا فعال في بقية دول العالم بما يخص دعم منظمات المجتمع، لأن اعتبار أن منظمة المجتمع المدني هي جزء من الحكومة وجزء من القطاع الخاص، وبالتالي يتحدون مع بعض في تقديم المساعدة للمواطن. بالعراق الدعم المالي مو فقط بالعراق، هو بكل دول العالم الدعم المالي جدا مهم ويعتبر شريان الحياة لبقاء هذه المنظمات واستمرارها. دون دعم مالي ودون هذه الأمور المنظمة ما راح تقدر تقدم أي شيء للمواطن. بعض المنظمات ما عندها هذا الدعم القوي، بالتالي تعمل على جمع بعض المساعدات من بقية المواطنين. بعض التجار يحاول انه هو يتبرع بمبلغ من المال لتقديم مساعدة لبعض المنظمات، هذه المنظمات تأخذ هذه المساعدة وتوزعها على الناس المحتاجة، لان هناك كل منظمة عندها جدول وعندها يعني آلية تعتمدها بتقديم المساعدات للأفضل ومن اللي مستحق بصورة حقيقية أساسية، بالتالي تقدم هذه المساعدة. احنا محتاجين انه يكون هناك دعم من قبل القطاع الخاص حتى يعني يتعرف انه مهمة المنظمة هو جدا فعال حتى الى يساعده بمواضيع خاصة ومواضيع عديدة، وبالتالي محتاجين يكون هناك دعم حكومي. بالتالي عندما تتحد المنظمة مع الدعم الحكومي مع القطاع الخاص اكيد راح يكون هناك شيء جدا رائع ومهم للبلد ولابناء البلد. فهذا الموضوع جدا مهم انه نقدم المساعدة، وضروري انه نقدمها ونقدم هذه أموالنا بالمكان الصح. ضروري جدا أن نعرف هل هذه المنظمة حقيقية أم وهمية، لأن اتباعا بحلقتنا راح نتعرف على المنظمات الوهمية وشنو تأثيرها على المجتمع وعلى المواطن نفسه. بالتالي السؤال الذي يطرح هنا، ما هي أهم المشاكل والمعوقات اللي تواجهها المنظمات المجتمع المدني الحقيقية اللي تعمل فعلا على تقديم الدعم للمواطنين؟ نشوف الجواب احنا وياكم راجعين. من أهم المعوقات التي تصادف منظمات المجتمع المدني هو عدم الإسناد الحكومي لهذه المنظمات والدعم المادي بالذات، بالإضافة إلى الدعم المعنوي وتنظيمها وتوزيعها على المناطق كافة.
وكذلك نجد أن هذه المنظمات من المعوقات التي تصادفها في بعض الأحيان. هناك مناطق عشوائية تذهب لزيارتها لفائدة المنطقة المنكوبة، لكن لا يوجد هناك من يحميهم في هذه المساعدات وفي هذه المناطق المنكوبة من أصحابها، وتعرضهم أحيانا للضرب أو تهشيم زجاج السيارات وعدة أمور أخرى. المنظمات المجتمع المدني تسلط الضوء على بعض المنظمات أنه يكون الاستفادة منها مادية وعدم تقديم واجباتها باتجاه المجتمع. يجب الحد من هذه الظاهرة، وتكون هناك منظمات فعلا تسجل حضورها ميدانيا. فرجائي أنه يكون الدولة تنتبه إلى عمل المنظمات ولسعي المنظمات ووجود حضورها وتنظيمها من خلال عمل جداول لهم وتوزيعهم على المناطق بشكل وصورة صحيحة. طبعا مشاهدينا الكرام، مضت الحياة وبدأت هذه المنظمات تكون لها أسماء كبيرة وتكون لها يعني رونقها وصداها في المجتمع، بعد ما أنه تعرفنا على الهدف الأساسي هو تحقيق ما ينفع المجتمع المدني. بالتالي بعد هذه الانتشار بعد هذا الانتشار الواسع، ظهرت منظمات أو ظهرت مجاميع حقيقة، أنه هي مجاميع، هي تكون إذا أصح التعبير هي منظمات أو مجاميع هي هدفها هو النصب والاحتيال، هدفها أنه تكون نفوسها مريضة، هدفها الربح، هدفها تحقيق المال. بعد ما شاهدت أنه هذه المنظمات تتحقق صدى واسع وأنه يعني تكسب المال من المواطنين، وأغلبها يقومون بالتبرع لهذه المنظمات حتى يساعدون ناس محتاجة فعلا، بالتالي نشأت منظمات أو بالأحرى نشأت مجموعة من الأشخاص يقومون بمبادرة أنه مساعدة المواطنين، لكن الهدف هو ليس المساعدة وليس تقديم العون والمشورة للأشخاص، الهدف هو أنه أنا أخذ المال وخلص. لكن هل هذه المنظمة لها اسم؟ لا. هل هذه المنظمة لها مقر؟ لا. هل هذه المنظمة معترف بها؟ لا. بالتالي هنا اختلطت الأوراق عند المواطن، يقول لك أنا هنا شلون أعرف أنه هذه المنظمة هي حقيقية، هذه المنظمة فعلا أنه أنا من أط المال أضعها بالمكان المناسب والمكان الحقيقي. مجموعة من الشباب، مجموعة من البنات يكونون يتجولون في بعض المناطق العراق وتحديدا في بغداد، يبدون يفترون على المنازل ويقولوا لك يابا أنا عندي منظمة وأني أساعد المواطنين وعندنا حالات مرضية. تشوف إنه هو ممكن شايل بيده تقرير، ممكن شايل إنه حالة مرضية أو صورة، أو يقول لك والله شوف أنا هذه الأموال اللي راح تدفعها أو التبرع اللي راح تتبرع به راح يكون المكان الصح، وإحنا فعلا محتاجين نسوي كذا شخص عملية وكذا يعني شخص نبني له بيت، أو هناك مجموعة من النساء الأرامل يحتاجون إنه أموال، محتاجين غذاء، محتاجين ملابس، إحنا راح نساعدهم. هذه النفوس الضعيفة اللي تأخذ هذه الأموال لصالحها الشخصي ولنفسها الشخصي، بالتالي انه هنا المواطن يقول لك انا شلون اقدر اعرف انه هذه الاموال ذهبت بالمكان الصحيح. طبعا من الامور الاخرى اللي بدات تقوم بها هذه المجاميع انه يقول لك انا والله عندي شركه، انا راح مثلا اذا انضميت وياي راح انا امن لك مستقبلك او امن لك حياتك، او راح اسوي مجموعه من الشباب ودوره وانه راح انزلكم سوق العمل، لكن هذا يحتاج تبرع، يحتاج انه اهلك يتبرعون، قرايبك يتبرعون. هذه الامور اللي ضحك على الذقون اللي يحاولون انه يستفزون او يستحوذون على المواطن شتى الطرق. بالتالي هذه أثرت على سمعة منظمات المجتمع المدني وأثرت على عملهم بصورة كبيرة حقيقة. أغلب المنظمات يشتكون من هذه الآلية أنه بدأ المواطن يفقد الثقة بالمنظمات وبدأ يبحث، وأغلب المواطنين يقول لك أنا يعني
شلون اقدر اني اذا اريد اتبرع باموال انا اظل ابحث على كذا منظمه وادخل على تفاصيلها وعلى صفحتها بالتالي حتى اعرف هل هي حقيقيه او لا؟ هذه امور جدا صعبه. ومن الامور الاخرى اللي الان بدات تنتشر انه اعطيني مبلغ من المال واني راح اتواصل مع كذا منظمه وراح اعينك او راح انه هذه بدات الان مع موضوع الكي كارد وموضوع اللي انشاء هذه البطاقه ايضا هم صارت مشاكل كثيره وكثيره من عندها انه انا حطلع لك هذه البطاقه حتى تستفاد من عندها من موضوع تصريف الدولار والعمله العراقيه وهذه التفاصيل العميقه اللي فعلا بدات تنتشر بكثره. لكن هنا اريد نسال سؤال، هل هناك قانون ينظم عمل هذه المنظمات؟ هل هناك قانون يحدثنا او يفرز هذه المنظمه حقيقيه عن الوهميه؟ زين اذا المواطن تعرض لهذه المشاكل شلون راح يقدر انه يثق فيما بعد؟ وهل يقدر يشتكي على هذه المجموعه او على منظمه هي عملت او نصبت على الشخص نفسه يقدر يشتكي؟ فنريد نعرف هذه التفاصيل اكيد من اصحاب الاختصاص. نشوف الجواب احنا معكم وراجعين. منظمات المجتمع المدني هي منظمات في بعضها تكون مجازة من قبل دائرة المنظمات وفق شروط وأساليب معينة، وبعضها تكون غير مجازة. وفي حالة أن قدمت شكوى على منظمة أمام المحكمة بالتالي تتخذ الإجراءات القانونية بحق هذه المنظمات. ولكن منظمات المجتمع المدني في الآونة الأخيرة ظهرت الكثير من المعوقات، وظهرت الكثير من الأساليب تستخدم في ضمن هذه المنظمات، وبالتالي لا فرق بأن تكون هذه المنظمة مسجلة أو غير مسجلة. كون الخروقات اللي ظهرت في الآونة الأخيرة على المنظمات هي استغلال هذه الطبقة الفقيرة من المجتمع، وبالتالي استخدام مستمسكات الأفراد بصور غير مشروعة من خلال إصدار بطاقات ترويجية، وحتى في بعض الأحيان هنالك أفعال أخرى ضد المجتمع وضد الاسم الإنساني الذي تقوده هذه المنظمات. ولكن حتى ممكن تدارك وضع هذه المنظمات المجتمع المدني يجب أن تتخذ الحكومة إجراء لازم، وهو عمل جهة رقابية بحق هذه المنظمات، وأن تكون هذه الجهة رقابية بصفة دورية شهرية، وبالتالي أن تعمل منصة إلكترونية لكل من يريد أن يسجل ضمن منظمات المجتمع المدني، وبالتالي سوف تكون هي المراقب وهي المفتي في هذه المنظمات المجتمع المدني. نحن لا نخفي أن منظمات المجتمع المدني لها دور أساس وفعال في المجتمع، وكذلك في مساعدة كثير من العوائل الفقيرة، وبالتالي انخراط أعداد كبيرة من الشباب والشابات ضمن هذه المنظمات بهدف الإنساني. ولكن هنالك مساوئ وهنالك خروقات من قبل هذه المؤسسات، لذا نسترعي انتباه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة وغلق مثل هذه المنظمات من خلال البحث الميداني عن هذه المنظمات والكشف الشهري والسنوي عن الأعمال التي تقوم به هذه المؤسسات أو المنظمات. وبالتالي حتى تكون الدولة في اطمئنان هو أن تعطي إجازة منظمات المجتمع المدني لأشخاص كفؤين وذو تاريخ مشرف في العمل الإنساني، ولا يجب أن تعطى هذه الإجازة، أي الإجازة القانونية لفتح منظمة إنسانية إغاثية، وبالتالي يجب أن تعطى للشخص المناسب. لذلك وحتى في حالة أن تكون المنظمة غير مسجلة لدى دائرة منظمات الدولة، هنا على الحكومة أن تعمل على تسهيلات من غرض تسجيل هذه المنظمات وجعلها ضمن المنظمات المسجلة والتي تعتبر جهة مستقلة وجهة قد تكون جهة يعني تعاينها الدولة الحكومة وتشرف عليها، وبالتالي من خلال إزاحة الإجراءات الروتينية التي تقوم بها في المعاملات الدولة. لهذا تحتاج وقفة حقيقية من قبل دائرة منظمات بتسهيل تسجيل كافة الفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني ضمن كيانها، وبالتالي سوف تحد في هذه الحالة عن المخالفات التي تحصل في منظمات المجتمع المدني.
إذا أحبتي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا اليوم يجب أن نركز بعض النقاط المهمة التي وصلناها في نهاية الحلقة. أولا، يجب تفعيل الدور الرقابي على منظمات المجتمع المدني وما يخص تحديدا الخيرية والتثقيفية. ثانيا، يجب البحث عن المنظمات الوهمية التي تعمل على النصب والاحتيال، لأن أصبح الأمر لا يطاق والقضاء عليها بصورة كبيرة. وثالثا، يجب تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والعمل على آلية العمل المشترك بين الحكومة وبين القطاع الخاص وبين منظمات المجتمع المدني بما يخدم المواطن والمجتمع. إذا أحبتي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. إلى اللقاء.